بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحشتوني جدا جدا كل متابعي قناة مستر وائل ربيع على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله إحنا في سلسلة لسه الامتحانات بتاعت الترم الثاني الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات، والنهاردة عندنا محافظة جميلة، محافظة الدقهلية، امتحان لذيذ جدا ونستفاد منه ان شاء الله باذن الله، وندخل مع بعض على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع بعض بسؤال الدايلوج اللذيذ. محادثه ما بين ملك وسلمى. ملك has been sick and سلمى is talking to her on the phone. ملك كانت مريضه وسلمى بتتكلم معاها في الهاتف. سلمى بتقول لها هاي ملك، you haven't been to school for a week. اهلا يا ملك، انت لم تذهبي الى المدرسه لاسبوع. فردت عليها وقالت لها اي هاد ذا فلو. طبعا بكل بساطه كانت مريضه يعني، فهترد على الاول تقول لها هاي سلمى وبعدين اي واز فيري سيك. اوكي، ممكن اقول اي هاف بين فيري سيك. جميله جدا. طيب وبعد كده يا اولاد في سؤال جميل، فردت عليها يس اي فيل ماتش بيتر ناو، نعم انا اشعر بتحسن اكثر الان. فطبعا بتقول لها دو يو فيل ماتش بيتر ناو أو do you feel better now؟ طيب نمبر 3 في سؤال جميل جدا، هل أنت بتشعر بتحسن كبير دلوقتي يعني تحسني؟ فردت عليها في السؤال الثالث وقالت لا I am going back to school next Sunday. أنا سوف أعود ليه؟ أنا على وشك إن أنا أعود أو أنني عائدة إلى المدرسة اللي الأحد القادم. يبقى وين طبعا يا جماعة، برافو عليكم. هو طيب when are you going back to school؟ What time are you going back to school؟ جميلة جدا. طيب number four، في عندي إجابة جميلة وبعدين قالت we all missed you، نحن كلنا افتقدناك. فطبعا بدل بتقول لها خبر جميل زي ده، فطبعا عبر عن شعوري that's great news، جميلة، we will be so happy. دي كلها تعبيرات دالة أو رد على أخبار جيدة. طيب number five، سألت السؤال قالت لها did I miss a lot of school work؟ هل أنا افتقدت أو فوت الكثير من الواجب المدرسي يعني العمل الدراسي؟ Yes we had homework every day and we have a test on Monday. نعم نحن كنا بنتلقى يعني أو بناخد واجب منزلي كل يوم، وعندنا امتحان كمان يوم الاثنين الجاية. طيب oh no، يا إلهي أو يا للهاوي، That makes me worry. هذا يجعلني أقلق. فطبعا عايزة تطمنها يعني، كوي تعمل لها reassurance. فهتقول لها don't worry about that. Don't worry at all. No need to worry. دي كلها إجابات جميلة جدا. I'll help you my friend. أنا سوف أساعدك يا صديقتي. طيب سؤال الكمبليت اللذيذ، عندي كلمة change و made و gases و droughts و make و energy. يعني طبعا تغير أو يتغير. هنا عندي كلمة made مصنوع أو مجعول أو متحول تصريف تاني أو تالت. gases غازات، droughts عمليات الجفاف، وmake يعني يصنع أو يجعل، وenergy طاقة. طيب بيقول لي our planet is hotter and our weather is changing. كوكبنا يكون أكثر حرارة وطقسنا يتغير. there are more floods, space and forest fires than any time in history. يوجد هناك الكثير من الفيضانات وحرائق الغابات من ذي قبل أو من أي وقت في التاريخ. طبعا كلام محترم، الناس اللي اختارت كلمة droughts ممتاز. طيب عند نمبر 2 يا أولاد بيقول لي one of the reasons for that is climate space. طبعا سهلة جدا، واحد من هذه المبررات أو الأسباب أوكي لهذا أو لذلك يكون المناخي، طبعا change which is caused by greenhouse space، والذي سبب او يسبب او يحدث عن طريق الاحتباس الحراري، الله عليك، وغازات طبعا جاسز such as carbon dioxide، مثل ثاني اكسيد الكربون. there are space when we burn fossil fuels. these are space when we burn fossil fuels. هذا يكون او هؤلاء يكونوا عندما نحن نحرق وقود الحفري، برافو عليكم، او انواع الوقود الحفري. فطبعا تبقى ميد اوكي، يصنع يعني طبعا مبني المجهول. اوكي الجميل بتاع الباسج القطعه،
ونركز جدا، نقرا اسئلتنا كده بتركيز ونترجم ونفهم ونقرا قطعتنا كده بالكامل، وان شاء الله نلاقي الاجابه الجميله بتاعت الاسئله بتاعتنا، سواء كان التفكير النقدي، العنوان المناسب، الفكره الرئيسيه، استخلاص معلومه، مرجعيات، معاني ومضادات، السؤال استدلال، والحاجات دي كلها موجوده باذن الله. ونبدا مع بعض بالسؤال اللي بيقول لي وات از A good title for the passage. ايه هو العنوان المناسب او الافضل للقطعه؟ طبعا لما قرانا القطعه يا اولاد لقيناها بتتكلم عن السعاده، فتبقى نمبر بي هتبقى هابينس. طيب ان لاين 3 ذا بروناون ذيم ريفير تو، في السطر الثالث الضمير هم عائد على مين؟ الله ينور عليكم. فاحنا لو رجعنا للقطعه الجميله بيقول لي الجمله اللي قبلها يا اولاد ركزوا جامد. Happiness is like the sun. It is often hidden by the clouds of worries. السعادة تكون مثل الشمس، إنها تكون غالبا تختفي أو تغطى أو تخفى عن طريق الإيه؟ السحب الإيه؟ القلق. We have to forget them to feel happy. يجب علينا أن ننساهم لكي نشعر بالسعادة. يبقى هم عايد على إيه؟ على كلمة worries. برافو عليكم. طيب اللي هي نمبر سي. What could the word related mean in this reading? Okay. ماذا يمكن أن تعني كلمة related في هذه الإيه؟ الإيه القراءة. طبعا كلام جميل، كلمة related مرتبط أو متعلق، هتساوي كلمة linked. برافو عليكم، اللي هي نمبر A. طيب Why has happiness been compared to the sun? ليه الشمس عادة بتقارن ليه السعادة عادة بتقارن بالشمس؟ بنقول because it's often covered or hidden by the clouds of worries, but the sun is always there. لأنها غالبا ما تخفى أو تغطى بسحب من الأشياء المقلقة، ولكن الشمس بتظل دائما هناك. طيب إجابة جميلة. What should we do to feel happy? ماذا ينبغي علينا أن نفعل لكي نشعر بالسعادة؟ في إجابات ياما جميلة جدا هتفكرها. الإجابات الجميلة جدا زي إيه؟ We should forget worries. We should forget worries to feel happy. يجب علينا أو ينبغي علينا أن ننسى الأشياء المقلقة أو الاضطرابات لكي نشعر بالسعادة. We should calm down. We should calm down أو calm down our mind. يجب علينا برضو أن إيه؟ أن نهدئ من روع عقولنا. طيب How is happiness related to the world in which we live? ازاي السعاده تكون مرتبطه بالعالم حيث او الذي نحن نعيش فيه؟ كلام محترم من القطعه برضو، الكلام ده موجود يا اولاد قدامنا اهوت. بيقول لي if we live in a bad world most of the time we remain unhappy. اوكي كمان برضو one alone can't be happy if others are unhappy. كلام محترم جدا. لو احنا عايشين في عالم سيء، عالم فظيع او كريه معظم الوقت، فنحن لا نشعر بالايه؟ بالسعاده، نظل حزينين. الانسان بمفرده لا يستطيع ان يكون سعيدا لو الاخرين غير سعداء. برافو عليك. لو انا قاعد مثلا في حاله وفاه، الناس كلها حواليا حزينه، ما اقدرش ان انا اضحك، ما اقدرش اشعر بالسعاده، فانا مرتبط بالجو اللي حواليا. اوكي؟ طيب السؤال بعد كده هندخل على السؤال التشوز اللذيذ جدا. بيقول لي يا اولاد نقرا السؤال كويس جدا. بيقول لي the ability to do something well is a، القدره على فعل شيء ما جيدا بشكل جيد يعني هي ايه؟ طبعا skill، مهاره. برافو عليكم. نمبر سي as space is a machine that makes the air in a room stay cool or warm. بيقول لي ايه اللي هي الماكينه او الاله اللي بتجعل الهواء اللي في غرفه بيظل او بيبقى معتدلا باردا كده يعني او دافئا. طبعا اير كونديشننج. برافو عليكم، اللي هو تكييف الهواء. نمبر 3 ذا ايرث اوربت ذا سان. ذا فيرب اوربت مين، الارض بتدور حول الشمس. الفعل اوربت، الفعل اللي هو يدور حول ده، بيعني طبعا موفز اراوند بكل بساطه. نمبر 3 ذا وورد سبيس جيف ذا اوبوزيت مينينج اوف تايم. بيقول لي كلمه ايه اللي بتدي المعنى المضاد لكلمه دقيق او ضئيل الحجم. برافو عليكم، كلمة هيوج، ضخم. نمبر بي To get the adjective from the word hero we add the suffix space.
لكي نحصل على الصفة من كلمة بطل هيرو يجب أن نضيف الإيه اللاحقة طبعا أي سي، برافو عليكم اللي هي نمبر سي. طيب she has been working at school for free for more than 8 years. She is. طيب هي كانت وما زالت بتعمل في مدرسة مجانا لأكثر من 8 سنوات. يبقى هي بتشتغل إيه دلوقتي يا أولاد؟ الله عليكم فولنتير متطوع. سؤال كومبليت لذيذ وي كوريكت تصحيح، نركز جامد على استراكشر التركيبات. If we space have more money we would visit our teacher. لو ايه؟ لو نحن نمتلك وقت اكثر كنا سنزور، برافو عليكم، معلمه. كنا سنزور يبقى في الماضي، برافو عليكم، يبقى لازم هاف تحول للتصريف الثاني يبقى هات. طيب she didn't go to bed until she spaced finish her homework. الجمله دي اتكررت ياما جدا ونركز عليها. هي لم تذهب للفراش حتى هي تنهي واجبها المنزلي، غلط طبعا، قد انهت. وتلو انتل زي ما احنا عارفين قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، يبقى هات فينيشت. طيب we need space use renewable energy، نحن نحتاج ايه؟ نستخدم الطاقه المتجدده، يبقى تو يوز طبعا لان نيد من مجموعه تو الايه والمصدر. fewer magazines are space sell today because of the internet. برافو عليكم. بيقول لأولاد إن المجلات أقل تكون تبيع اليوم، تكون تبيع ينفع، لا بسبب الإنترنت طبعا غلط، تكون تباع، يبقى مبنية للمجهول، يبقى صول بتصريف ثالث لأن فيور ماجازينز مفعول. برافو عليكم. طيب a witness space said the police that، ركزوا جامد، the building was on fire. بيقول لي إن شاهد قال البوليس، قال البوليس أن ينفع، ما ينفعش، المبنى كان مشتعلا. طيب ما ينفعش اقول الاولاد قال البوليس انا، لا، لان البوليس انا مخاطب، بدل في مخاطب موجود وبعديه ذات وجمله اللي هي الغير مباشر، يبقى لازم فعل بيكون متعدي زي تولد وزي اشورد زي ريمايندد والمجموعه بتاعتهم. برافو عليكم، بمعنى اخبر. عندنا قطعه ريفيو جميله جدا بيقول لي اتكلم عن things you can do to help save the earth، الاشياء اللي ممكن ان احنا نعملها لكي نساعد الايه في انقاذ الكره او كوكب الارض. ان شاء الله الموضوع جميل جدا وكلنا عارفين خطوات كتابه الريفيو. ما ننساش طبعا التنظيم، قواعد الترقيم، المسافه، المقدمه والموضوع والخاتمه، نركز جامد، العنوان اعلى وسط الصفحه مكتوب بقواعد الترقيم برضو. ما ننساش يا اولاد ان احنا ننوع الايه الافكار بتاعتنا وفي نفس الوقت نحافظ على اليونيتي، الوحده بتاعه الايه الموضوع. ما ننساش ان احنا نركز جدا على الكلمات والسبيلنج بتاعها، الازمنه والجرامر، وان شاء الله اجيب لكم في الشورتس بعد شويه بعد الفيديو الحل مكتوب ومعانا ريفيو جميل جدا برضو مكتوب. واتمنى يكون الفيديو عجبنا جدا، وبعد ما الفيديو عجبنا والمحتوى عجبنا بتاع القناه ما ننساش بقى اللايك والكومنت اللذيذ، وما ننساش برضو نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس، وطبعا نعمل شير لزمايلنا واصحابنا واهالينا اللي عايزين يتعلموا انجليزي وعايزين يركزوا في امتحاناتهم برضو. كان معكم مستر وائل الربيع البدري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.